بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلبة طلبات المدارس الفنية الصناعية الشعب المعمارية كل عام وأنتم بخير تحياتي لكم وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال النهاردة هنبدأ نكمل سلسلة حلقتنا في أعمال تكنولوجيا البياض والأسبوع الحصة اللي فاتت اتكلمنا على أنواع البياض التقليدي النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على أنواع البياض الحديث مقصود بالبياض الحديث هو كل ما استحدث من طبقات وأعمال بياض لمواكبة السوق ومواكبة الـ الحديث كل ما هو حديث طيب معنى أنه حديث معنى أني أنا مش هستخدم فيه الـ بالنسبة للطبقات التقليدية الأسمنت والجير والكلام ده كله طيب البياض التقليدي بتاعنا يا اولاد النهارده بيتكلم على طبقه معينه من طبقات البياض مش كل البياض يعني احنا لا غنى عن اعمال البياض التقليدي اللي هي الطرطشه والبطانه لكن خدوا بالكم انا ما جبت سيره طبقه الظهارة اللي هي الطبقه النهائيه او القشره النهائيه اللي هي لا تتعدى الملالي او الخمسة ملي النص سم طيب فان شاء الله باذن الله تعالوا بينا نروح على صبرتنا نشوف مكونات البياض بتاعنا الحديث الفصل الثاني بتاعنا وخدوا بالكم ان انتوا التكنولوجيا بتاعتكم فيها كذا فصل والفصل في عده ابواب طيب اول حاجه الاعمال التحضيريه لاعمال البياض الحديث كلمه اعمال تحضيريه يا اولاد ان انا بجهز الحيطه عشان ابدا اخد طبقات البياض وزي ما شفنا على السبوره كده تقتطفات سريعه اول طبقه عندنا طبقه الطرطشه العموميه طبقه الترطشه العموميه لو ناخد بالك هي ما ربط بين البياض القديم والبياض الجديد الحديث الجديد اللي هو الحديث عشان يبقى لما لساني يقول بياض جديد يبقى هو مقصود بالبياض الحديث طبقه الترطشه العموميه معروف احنا في الحصص اللي فاتت او في الدروس اللي فاتت قسمنا المناطق بتاعتنا لثلاث مناطق منطقه ساحليه اللي هي فيها بخار ميه وفيها ميه اللي هي مناطق السواحل زي البحر الاحمر زي اسكندريه زي مرسى مطروح زي دمياط زي راس البر زي السويس وهكذا بمعنى اصح كده انا كنت بقول لاولادي دايما المناطق اللي احنا بنطلع نصيف فيها اللي هي فيها بحر مالح مناطق الدلتا ومصر الوسطى اللي هي القاهره اليوبيه جيزه اللي هي المناطق اللي هي ما تبصش على بحار لكن واحد يقول لي طب ما في انهار ما في ترع ما في الكلام ده اقول لك اه ما احنا ما انا عارف والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده مش هن ايه مش هن نتدرجله ان شاء الله باذن الله في المراجعه المنطقه الثالثه المنطقه العليا او المنطقه الحاره او المنطقه الجافه زي مناطق الصعيد بدايه كده من وانت طالع من بني سويف المنيا اسيوط لغايه اخر حلايب وشلاتيم وطبعا عندنا مناطق حاره عاليه جدا الفرق بين المناطق الثلاثه دولت في طبقات البياض العادي الطبقات البياض الايه العادي اللي هو التقليدي الاسمنت الجير الرمل الكلام ده بتختلف في ايه نسبه الاسمنت في كل منطقه طب لما نيجي نتكلم على التحضير بتاعنا زي ما بنتكلم كده وزي ما هنشوف على السبوره الاعمال التحضيريه لاعمال البياض الحديث تعمل الترطشه العموميه نشوف كده السبوره بتاعتنا الترطشه العموميه بمونه الاسمنت والرمل بنص بسمك نص سنتي 450 كيلو جرام اسمنت بورتلاندي زائد واحد متر مكعب رمل خدناها وبعدين اجهز السطح بتاعي بعمل الايه؟ بعمل البؤج سواء كانت من الجبس او من مونة البطانه يبقى بعمل بؤجه البؤجه دي عشان تظبط لي الصح عشان تظبط لي السطح مية لي مظبوط 100% بعد كده تعمل الاوتار يبقى الترتيب بتاعنا طرطشه بؤج اوتار الاوتار تعمل بمونه البطانه حسب النسب الاصوليه لكل منطقه وحسب نوع البياض وتعمل طبقه البطانه بسمك لا يقل عن واحد ونص سنتي مكوناته المونه بتاعته 350 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رمل مع عجينه الجير اللي هو اللي هي ماء الجير او ماء الجير وذلك للحصول على سطح ناعم طب وبعدين طبقه الزهاره بسمك نسبه مونه بص بقى ده التقليدي بقى بتاع اللي بيتكلم عليه 2 جير أربعة جزء جير بودره 2 جزء جير 2 جزء جرام ناعم واحد جزء اسمنت ابيض طب لما بضيف له على الاسمنت الابيض بتاعي بضيف له الاسمنت الابيض يبقى هو ابيض اذا عايز الونه عايزه اخضر عايزه ازرق عايزه اصفر عايزه اي لون بضيف له اكسيد اللون بعدين يتم النهو بواسطه البشارده وايه وبودره الاسمنت الابيض طيب واهم ما يميز انواع البياض الحديث هو قابليته اه بص بقى انا اديتك نبذه الاول خد بالك معايا هنا اديتك نبذه على البياض التقليدي لكن اهم ما يميز البياض الحديث ايه؟ هو قابليته للصق على جميع الاسطح خشنه كانت ام ملساء ومن خصائصه التي تشترك فيها المواد الحديثه للبياض ايه هي؟ تعتبر مواد البياض الحديثه بصفه عامه بديله لطبقه الظهاره سواء للأسقف أو الحوائط الداخلية أو الخارجية كما تتميز بأنواعها المتعددة وأشكالها المختلفة يبقى أهم ما يميز البياض الحديث يا أولاد لو جينا نتكلم كده أنه بيشتغل على أي سطح بيشتغل على أي إيه؟ سطح لما نيجي نتكلم على السطح بتاعنا سواء إن كان ناعم أو أملس أو خشبي أو أي كان نوع من أنواع الأسطح كلها اسمها أسطح لكن لو كنا كنا بنتكلم على البياض التقليدي يا أولاد كنا بنقول إيه لابد بعد عمل البطانة حاجة من الاتنين يحصل فيها يا إما تدرع تدرع وتخشن فقط لا خير تتمسش يعني ايه ما تتمسش يعني ما تتنعمش يعني تفضل زي ما هي خشنة كده حرشة كده هو زي ما بنقول بالايه بشغل الصناعية اخلي الحيطة بتاعتي خشنة اخليها ما خليهاش ملساء يعني منهيش السطح بتاعي رايح جايب البروة بتاعتي عشان أحصل على سطح ناعم أم ناعم زي الزجاج طيب هنا بقى ليه بخلي الطبقة بتاعتي أو البياض الحديث بيمتاز بالصفات الجميلة دي لو أنا عندي لوح إزاز وعايز أدهنه بياض حديث هيدهن يبقى قابليته على المواد الملساء سواء كانت نحاس حديد ألمونيوم زجاج خشب الكلام ده كله قابل انه يمسك بيها ومش بس كده، مش ان هو يمسك او يلسق بيها ماده فتره معينه وخلاص، لا يا اولاد، ده لازم كمان يعيش معايا مدة تعميره او مدة العمار بتاعته على الحوائط بتاعتي بتعدي السنين كتيرة قوي سواء كان خشبي، زجاجي، ورقي، أي حاجة، يعني لو أنت جبت حتة مادة من المواد البياض الحديث ديت، وحطيتها على حتة ورقة صغيرة كده هو ودهنتها، وسبتها تنشف، الورقة تتقطع لما تيجي تشيل البياض تشيل البياض من على الورق الورق بتاعتك تتقطع يعني تكسر البياض والورق لازق فيه يبقى اذا قوه الترابط بتاعته او قوه التماسك بتاعته ايه؟ قويه جدا طيب هنخش بعد كده هنقول ثبات ومن ضمن بقى مميزاته ثبات وتعدد الالوان لونه ثابت مهما عدت درجه الحراره مهما كان الشمس مهما 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 كان الكلام ده كله لونه ثابت الازرق ازرق ما يكلحش زي ما بنقول او ما يتغيرش لونه، الابيض بيفضل ابيض ما يصفرش ما يتع... ما يتاثرش غير بالعوامل الجويه بتاعتي، التراب يغير لونه شويه يوسخه شويه الكلام ده لكن الابيض لو اتغسل هيطلع ارجع ناص ابيض ناصع تاني. امكانيه تخزينه لفتره كبيره. لما باجي اشتري المنتج ده بشتريه وببص على تاريخ انتاجه، تاريخ انتاجه مثلا شهر 4/2021. يقول لك صلاحيه ماده الماده خمسة سنين، ست سنين أو خمسة أعوام من تاريخ الإنتاج، أبص على تاريخ الإنتاج 2021 يبقى 2026 مثلاً يبقى هو ده ينتهي، يبقى إذاً فترة الصلاحية بتاعته والتخزين بتاعه فترة طويلة جداً. مقاومته العالية، دي قد بالك دي كل المميزات بتاعته، مقاومته العالية للعوامل الجوية. يعني ما يتأثرش لا ببرد ولا بحر ولا بمطرة ولا بالكلام ده كله. جاهز للاستخدام من العلب مباشرة بتجيب الجزلة بتاعتك أو تجيب العلب بتاعتك أو بتجيب الكلام ده كله وتشتغل بيه على طول زي إيه بالظبط كده يا ولاد لو ناخد بالنا زي مادة البلاستيك بوية البلاستيك الحديثة أنا في البيت هدهن شقتي أنت في البيت تدهن شقتك أي واحد ليه بيجيب الجزلة البلاستيك ويجيب حاجة اسمها رولة ويحط بس يغير اللون بتاعها ويدهن على طول تقيلة يخففها بشوية مية وإذا سهلت أو إمكانية التعامل معها سهلة جدا مباشرة يتماسك مع جميع الاسطح بما فيها الاسطح الملساء مقاوماته العاليه للايه للتاكل لما باجي استخدمه في مناطق فيها رطوبه او فيها اي حاجه يا اولاد الاقي مقاومته عاليه جدا للتاكل يمكن غسيله بالميه زي ما قلت حيث انها مقاومه للميه والرطوبه يا جمال يا جمال المواد الحديثه اللي ايه اللي اخترعوها والجمال ده كله في انواع البياض ملحوظه بص يا ابني لما اقول لك ملحوظه يبقى لازم تاخد بالك منها قوي وانت بتذاكر تاخد بالك من الكلام ده قوي يتم تنفيذ البياض الحديث بعد عمل طبقه الترطشه العموية وطبقه البطانه السابق ذكرها كلمه السابق ذكرها اللي هو البياض التقليدي لما اجي اشتغل ما اجيش اقول انا هشتغلها مباشره على الحيطه لا او على المباني طب احنا بنعمل طبقه البطانه دي ليه على المباني مش عشان نظبط السطح بتاعنا المباني بتاعي لو انا ربنا كرمني زي ما قلت قبل كده في حلقات السابقه انا بعمل البؤج وبعمل الاوتار ليه؟ عشان اظبط الحيطه عندي الحيطه مستطيله او عندي عباره مثلا يكون حيطه زي مثلا ظهر الاستديو عندي كده عايز اخليه شكله جميل زي ما انت شايف كده ده بعمله ايه؟ لازم يكون مستوي املس الطوب عندي ربنا يكرمني ببنا كده يقوم شغال الله ينور طلعة طلعة طوبه طالعه طوبه داخله الكلام ده كله انا بعمل ايه بعمل طبقه البطاله دي عشان تظبط السطح طبقة البطانة أساسية 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 في أعمال البياض سواء كان قديم أو معتدي أو اعتيادي أو حديث. البياض الحديث لازم عشان يبقى شكله يطلع جميل لازم السطح اللي تحته يبقى إيه؟ يبقى جميل ويبقى مظبوط ويبقى أملس ويبقى ناعم وأهم حاجة عندي ظبطه، أظبطه إزاي؟ بطبقة البطانة، الملحوظة دي مهمة جدا جدا، يعني لا بياض حديث بدون بياض قديم. يعني ايه يا استاذ يعني ما ينفعش اعمل البياض بتاعي اللي هو الحديث اللي احنا هناخده دلوقتي وهنتكلم عليه الا لما اظبط السطح بتاعي يبقى السطح بتاعي مظبوط 100% يتظبط 100% عن طريق البياض الايه البياض المعتاد اللي هو طبقه الطرطشه وطبقه البطانه طيب انواع البياض الحديث مسميات كتيرة جدا يا اولاد في السوق نزلت زي اسامي شركات كتيرة جدا لا داعي لذكر اسمها منزلالي كذا نوع من انواع البلاستيك بس في حاجة واحدة بس خاصية واحدة الماتيريال واحدة خاص المواد اللي داخلة فيها واحدة بس شركات بتعمل إنتاج بأسامي كتير جدا يعني ممكن تلاقي عندك شر... خمسين شركة بتعمل نوع بلاستيك دهانات يقول لك ده مثلا دهان بلاستيك شركة سين صاد عين لام لكن جوه جوه الجزلة بتاعتي أو جوه العبوة بتاعتي هو بلاستيك مواصفاته جميع مواصفاته واحده طيب انواعه بقى سموه انواعه بحسب انواع الـ الشركه او حسب الاماكن ماده الجريفياتو اول نوع من انباء يقول لك اسكر كلمه اذكر يعني بتكتب الاسامي دي انواع البياض الحديث او ايه هي ما هي المواد او ما هي الانواع المستخدمه في اعمال البياض الحديث اول حاجه الجريفياتو الجاروليت الكوارتز الفرياتسو الاسبارتوس الكيما ستون دي اسامي كده تحس ان اسامي كومبلكس كده معقده لما هنقول الجريفياتو ليه مواصفات الجرانيت ليه مواصفات الكوارتز ليه مواصفات بس طريقه تشغيله يا ولاد او طريقه عمله لازم لازم لازم, لازم لما تيجي حضرتك تذاكر الكلام ده انت مش هتذاكر الاسم لا ده انت هتذاكر ثلاث حاجات اساسيه الحاجه الاولانيه يا ولاد نمره واحد عندي الاسم خلاص عرفت الاسم طيب التشغيل بتاعه الاسطح التي يتم التشغيل عليها كم سطح واحد اثنين ثلاثة اربعة وهنعرف الكلام ده معدل استهلاكه او معدل تشغيله يعني ايه يا استاذ معدل استهلاكه او معدل تشغيله يعني انا عندي أوضة مثلا اربعة في اربعة في ارتفاع ثلاثة متر يعني بتديني مسطح مثلا اربعة و4 8 8 في 2 ب 16 16 في 3 ب 8 وكام؟ ب 48 متر. ال 48 دولت متر مسطح اللي هم حوائط الاوضه استخدم معاهم كام كيلو؟ يبقى المعدل المعدل بالوزن معدل الاستهلاك بالوزن يعني المتر المسطح او المتر المربع حيطه متر في متر بتاخد قد ايه وزن؟ ده معدل الاستهلاك معدل الاستهلاك حسب نوع المادة وحسب سماكة المادة وحسب الحبة اللي جوه المادة. طيب يعني ايه؟ على سبيل المثال ممكن حيطة متر في متر تاخد نص كيلو. ممكن حيطة في متر في متر تاخد كيلو الا ربع، ممكن حيطة متر في متر تاخد كيلو. ازاي المتر في المتر خد ده كيلو خد ده نص كيلو خد كيلو الا ربع؟ اقول لك اه. لو سيادتك عايز تربي طبقة تاكل نص سنتي او 2 مللي 3 مللي 4 مللي 5 مللي غير لما بتربي طبقه تخنتها 6 مللي 7 مللي لغايه 1 سم لما سيادتك بتدي وش واحد غير لما بتدي وشين لما سيادتك بتشتري الماده فيها الحبايه بتاعتها ناعمه غير لما تجيب الحبايه متوسطه غير لما تجيب الحبايه خشنه يعني حضرتك دلوقتي لو انت مثلا مسكت في ايدك شويه رمل حفنه رمل كده جبت شويه رمل ومسكتهم هتلاقي ايدك فيها كميه رمل كتيره غير لما نفس الكلام ايدك هي 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 وتحط كده تمسك شويه زلط انه اكتر انه اكتر الاكتر ايه الاكتر الرمل لانه ايه ايدك ايدك هنا شالت رمله كتيره لكن شالت كميه زلط صغير ليه يا استاذ لان الزلط واخد حجم واخد مساحه المساحه دي كلها بتتحسب على مساحه ايدك كلها يبقى كل لما زادت الحبايه كل لما ايه ها كل لما زاد معدل الاستهلاك وكل لما قلت الحبايه كل لما قل معدل الاستهلاك وتخانت الطبقه نفسها على الحيطه طيب بعد كده رجاله الاسطح هو ده اللي انا بقى عايز أقولك. اي نوع بياض من اللي احنا هناخده الاسطح التي يتم استخدام المواد الحديثه عليها البياض ايه هى بياض التخشين العادي يبقى اول سطح بياض التخشين العادي اللي هو الاملس المخدوم اي حاجه. الخرسانه سابقه التجهيز ذات الاسطح الملساء اللي هي بنستخدم فيها الواح الكونتر اللي هي بتبقى عباره عن علب زي الكبار الايام دي الحديثه اللي احنا شايفينها في مصر ما شاء الله. قبل ما بتتركب بتدهن قبل ما بتتركب بتدهن ليه لان معموله خرسانه سابقه التجهيز الالواح بتاعتها ملساء فبتديك السطح الاخير ملساء ماشي يا رجاله الاسطح سابقه الدهان بالزيت العادي الاسطح الخشبيه شوف حلاوه المواد الحديثه دي ايه الاسطح الجبسيه المصيص بعد معالجته بوجه تحضيري بماده تعمل كرابط بين الاسطح وماده الجريفياتو الماده الرابطه دي دايما بتبقى ماده الاديبوند اولا هنيجي هنا يا اولاد نتكلم بالراحه على اللي احنا خدناه الاول الاسطح ديت زي ما قلت لك او عايزك تجربها كده في البيت هات حبه جبس صغيرين او هات حبه اسمنت وحط عليهم رمل اعمل طبقه مونه كده معايا معايا يا ابني خلاص نعمل ايه بقى نعمل طبقه مونه كده ونجيب حته ازاز ونعمل ايه نفردها نفردها على الازاز ونسيبها تنشف يوم أو يومين ونخبط كده على الإزاز بص إيه اللي هيحصل حتة المونة اللي هي تعتبر طبقة البطانة تتزحلق وتقع أدي حاجة تعالى نفس المونة دي هي هي اللي أنت عملتها زي ما عملتها على الإزاز إعملها على الورق إعملها على حتة خشب قبلكاش وسيبها تنشف ومش هقول لك خبط عليها ولا خبطها ولا المسها ولا أي حاجة سيبها يومين ثلاثة هتبص تلاقي المونة ثابت المكان اللي هو احنا بنسميه السطح ووقعت انفصلت عن الحيط لكن تعال بقى اعمل نفس التجربة تاني كده وعشان تعرف جمال المواد الحديثة وجمالها ايه وطريقة وقوة ترابطها ايه هات مادة زي مادة الجريفياتو او الكوارتوس او الكلام ده كله وامسك حتة كده اذا كان دهان او سحب معجون واعملها على الازاز واعملها على الخشب واعملها على الورق ومش هقول لك سيبها يوم ولا اتنين ولا تلاتة، سيبها شهر اتنين تلاتة. شوف ايه اللي هيحصل. تيجي تطلعها من الإزاز ما تطلعش. تمسك سكينة المعجون وتفضل تخبط 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 يمكن تكسر الإزاز وما تطلعش. تمسك الخشب عشان تعملها بالسكينة ما تطلعش. الورقة الورقة تتقطع وهي ما تتكسرش. شوف بقى شوف الفرق بين البياض التقليدي والبياض الحديث، قوة الترابط في ايه؟ مش في السطح مش على المحارة بس. لا ده على جميع الاسطح خشبيه ملساء خرسانه جاهزه ايا كان يبقى دي مهمه ولا مش مهمه دي افضل ولا مش افضل؟ طبعا افضل. ممكن يقول لك ايهما افضل البياض التقليدي في طبقه الظهاره او البياض الحديث؟ انه احسن؟ انا عن نفسي طبقه البياض التقليدي. الحديث افضل البياض الحديث افضل لانه ايه يقاوم درجه الحراره يقاوم المعاملات الجويه يشتغ... بي... بي... تشغيله على اي سطح من الاسطح طيب نرجع للصبوره بتاعتنا ونقول اولا بياض الجريفياتو بياض الجريفياتو يعتبر ماده الجريفياتو من المواد الحديثه المستخدمه في البياض الخارجي والداخلي شوفها بياض داخلي <applause> وخارجي عفوا وتتكون من حبيبات كوارتس واكاسيد ملونه مضافه اليها مواد لاصقه يبقى اذا المواد الحديثة عبارة عن مزيج بين الوان ومواد مضافة ومواد لاصقة ذات قاعدة اكريليكية يعني ايه الاكريليكية قلت لك قبل كده اللي هي الطبقة او القاعدة بتاعتها مائية تشغلها بالمية لكن اول ما تنشف المية خلاص ما تفكش بالمية تاني والوان صناعيه ثابته وهي عباره عن معجون جاهز للاستعمال الفوري معبأ في اكياس بلاستيك داخل داخل ايه؟ داخل عبوات طريقه الاستخدام يعني انا الماده دي الجرافيات على شكل معجون بتتحط جوه اكياس وتتباع تخف بالماء بنسبه في 30% بالوزن مع التقليب جيدا ادي اول حاجه اعمل حاجه انا اجيب الماده من الايه؟ من الجزله بتاعتي او من الكيس بتاعي واضيف له ميه حسب التخانه اللي انا عايزها عايزها شحمه او عايزها تقيله يبقى اخفف مثلا اخلي 10% 15 في المية لغايه لما اشتغل حسب ما انا عايز بعد كده بشغلها على الحوائط او على اي نوع من انواع اي نوع من انواع الاسطح عمل وجه تحضيري وذلك بالدهان بالفرشاه او الروله او الصوف او القطن فوق المساحه المراد تغطيتها بدهن السطح اللي انا عايزه بوجه تحضيري بماده تحضيريه يتم تخفيف كميه اخرى من الاسبراتسو بالماء ولكن بنسبه اقل 5% بالوزن وذلك بناء على حجم الحبيبات المطلوبه. الماده ديت اللي هي الماده الرابطه. طيب يقوم العامل بالطرطشه او الرش بماكينه على مسافه حوالي 50 سنتي من السطح يعني بعد العامل اللي واقف شغال بعد العامل اللي واقف شغال على الحيطه بتاعتي اللي انا بستخدم فيها مكنة الرش 50 سنتي بطريقه متكنسه كوجه اول. تعاد الطرطشه بعد عشر دقائق من الوجه الاول وذلك لملء الفراغات التي تم ايه التي قد تكون متبقيه يبقى اذا الماده ديت بتتعمل على مرتين وجه اول ترطشة والوجه الثاني بعديه ب 10 دقائق بعمل عشان ايه عشان الحته اللي بسميها حراميه اللي انا سبتها اعيد عليها املاها لملء الفراغات التي قد تكون متبقيه من الوجه الاول وكذلك الوصول الى حجم الحبيبات المطلوبه من التغطيه الكامله والمتجانسه للسطح يمكن الحصول على شكل الطرطشه الممسوسه وذلك بالمس بالبروه او الصلبه او السكينه معجون بزاويه ميل حوالي 45 درجه وذلك بالطريقه التقليديه بعد مرور 15 دقيقه بعد ما بعمل الطرطشه يا اولاد انا عايز السطح بتاعي ما يبقاش محبب عايزه ناعم او عايز الحبايه بتاعته تبقى مقتوله ما تعورنيش ما تخربشنيش في ايدي او ما تخربشنيش في هدومي او انا طالع او انا نازل او الكلام ده كله امسك البروه بتاعتي بعد ربع ساعه كده الماده تهدى كده وتشد شويه وامشي عليها بالراحه. عايزها مستطيله امشي مستطيله، عايزها بزاويه 45 ب 45، عايزها بدوران اعملها بدوران. لما بمس السطح الاولاني اللي فوق دوت باتي للحبيبات اللي هي اللي بتبقى محببه في الحيطه. ماشي يا رجاله؟ طيب نبص بعد كده نقول. يمكن ان يكون الوجه التحضيري بلون وطبقتي الطرطشه بلون اخر مما ينتج الحصول على مجموعه من الاشكال الزخرفيه اه لو انا عايز اخلي كده عارف انت تداخل في الالوان احمر مع اصفر مع ازرق مع برتقاني مع الكلام ده كله او عامل ايه؟ مخلي طبقه الطرطشه من تحت مثلا ولتكن باللون الغامق الاولانيه التحضيريه والطبقه اللي بعد كده الوش الاخير اخليه باللون الفاتح وانا ماشي كده اسيب حاجات كده هوت ابص الاقي في تداخل بين الالوان مع الابيض مع الاحمر مع الاخضر مع الاسود معدل استهلاك الماده دي ايه من كيلو ونص ل 2 كيلو لكل واحد متر طبقا للايه طبقا للتخانه لو انا عايزه تخانتها كبيره ماشي عايزه تخانتها صغيره ماشي طريقة الاستعمال جاهزة بواسطة أدوات البياض العادية يمكن استخدامها مباشرة على جميع الأسطح السليمة والجافة يعالج بياض البطانة الضعيفة أو المسامي بوجه تحضيري من محلول الأديبوند اللي هو المادة الرابطة يلزم تنفيذ بعض أنواعه بماكينة الرش حسب المدون بالعبوة في طريقة التشغيل يا أولاد ممكن تشغيل يده بالعدد العادية اللي هي البروة والسكينة والكلام ده كله أو بإيه بماكينة الطرطشه حسب ما أنت عايز وحسب ما هو مكتوب على العبوه او نصيحه الشركه ليك ايه؟ الشركه بتقول لك انا عايزك تعملها بمكنه الطرطشه يبقى الشركه شايفه ان الطرطشه بالمكنه افضل من الايه؟ من الرله او سكينه المعجون او الكلام ده كله. طيب برضو بياض الكيما ده بياض اسمه بياض الكيما نوع من انواع البياض. نهائي سطح نهائي اللي احنا بنتكلم عليه ده كل ده سطح نهائي اللي قلنا عليه طبقة الايه طبقة الظهارة طبقة الظهارة اللي هي الطبقة النهائية او الطبقة المنتهية اللي بتأتي بعد عملية الطرطشة وعملية البؤل وعملية الاوتار وعملية البطانة طيب مادة مستون بقى هو عبارة عن ايه بياض نهائي للحوائط الداخلية والوجهات عالي التحمل رائع الالوان جذاب جذاب بمعنى ايه الوانه جميله الوانه تصر كده تحس انها زاهيه مزهزهه زي ما بنقول لون الازرق ازرق اللون الاحمر احمر اللون الاصفر اصفر اللون الاخضر جميل البستجات بتاعته الكوارتزات بتاعته جميله جدا معنى انه يقول لك معنى انه يقول لك رائع الالوان معنى انه يقول لك يتحمل معنى ان يقول لك ان هو جذاب معنى كده ان الشركة عملت له حاجة عالجته يقاوم المؤثرات الخارجية زي اشعة الشمس ودرجات الحرارة العليا في المناطق الحارة زي الرطوبة في المناطق الساحلية زي الجو بتاعنا المتقلب في المناطق مص الدلتا والمنطقة المتوسطة طيب الكيماستون بياض ديكوري جاهز للاستعمال يتكون من خليط جذاب من شرائح رقيقه ملونه مائله مالئه ومواد اكريليكيه معدله فائقه الجوده، بص الكلمه دي معدله يعني الشركه عملت عليه تعديلات عشان ايه؟ عشان الكلام اللي احنا قلناه كله تغير من طبيعته، غيرت من طبيعته للايه؟ للافضل والاحسن والاجمل. بدليل انه هو قال لك ايه رائع الالوان الالوان بتاعته جذابه المقاومه بتاعته عاليه جدا يبقى ده معناه انه حصل فيه عمليه تعديل والتعديل ده مش مننا احنا يعني انا كراجل مثلا لو انا بقول انا كراجل صنايعي هفكر ان انا اعدل احط شويه مش عارف ايه لا انا ممكن الماده الكيميائيه التركيب بتاعها في الماده الكيماستون او اي ماده حديثه على سبيل المثال احنا قلنا تخفف بالماء لكن مالكش تخفف بالبلاستيك ما تخففش بالجاز ما تخففش بالنفط ما تخففش بالتنر المواد المخففه دي كلها لا معنى ان معدل يعني تعمل له التعديل على اساس ان انا لما اجي استخدمه واستخدمه بالتخفيف بالميه فقط لا غير او البلاستيك اذا كان مكتوب على العبوه بتاعتي يمكن تخفيفه او اضافه ماده البلاستيك عليه عشان ايه عشان ما يغيرش من طبيعته عشان أحافظ على ألوانه الرائعة عشان أحافظ على مقاومته لجميع المؤثرات الإيه؟ الخارجية درجات الحرارة الرطوبة الكلام ده كله طيب قال لك جذاب يعني بيجذب العين بيجذب العين بإيه؟ بي بألوانه الجميلة معنى أن ألوانه الجميلة أنه هو إيه؟ وهو مدهون جديد بس؟ لا ان بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة غسلته وما غسلتوش ما عملتش في اي حاجة الوانه ثابتة كلمة جذاب يعني بيجذب العين مش لمدة شهر شهرين عشان لسه جديد لا انت ممكن تشتري قميص وتفضل تلبسه في الصيف في عز الحر الوانه غامقه ما يتغيرش لونه ده دليل على ايه الخامه ممتازه الصبغه اللي تم صبغته بها صبغه ممتازه ثابته لا تتاثر بالعوامل الجويه ودرجات الحراره ولا المواد الكيماويه زي استخدام الاريا للربس والكلام ده كله المواد اللي هي المنظفه بتاعتنا ولا حتى الكلور طيب هنا كده معنى ان كلمه معدل خلاص عرفناها جذابه عرفناها مقاوم بقى للرطوبه عملوا له ايه ضفوا له مواد مواد ايه مواد عزله ولا مواد مؤثرة ولا مواد مقلق. لا بيضيفوا له مواد تمنع نفاذية الرطوبة هو نفس الطبقة دي تمنع نفاذية الرطوبة من على الحيطة سواء من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل احنا عارفين يا ولادي إن الرطوبة لها منفذين منفذ من سطح الأرض اللي هي اسمها المياه الجوفية والمنفذ التاني من الحوائط اللي هو نتيجة كسر مواسير أيا كان في الكلام ده كله طيب يبقى في عندي خارجي وداخلي لو انا عندي الميه هنا وانا الشقه بتاعتي هنا اهوت الناحيه دي يبقى الميه طالعه من هنا يبقى ده جايه من بره لجوه طيب وخارجي ومن داخلي للخارجي من جوه الارض من تحت تلاقي الميه نشعت عندك فوق في المناطق الزراعيه يعني اللي باني حته ارض او باني اي بيت على ارض زراعيه او ارض قريبه من مكان ميه دايما 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 بيشتكي بيقول ان المنطقة ديت بتاعتي او الجزء الدور الارضي بتاعي دايما البوية, البوية بتاعته او الدهانات بتاعته بتبوظ بسرعة معنى انها تبوظ بسرعة معنى ان هو بيحصل فيه عطب ماء او المية بتاعته بتطلع من اسفل لاعلى يبقى هنا هنا بقى. لما جينا نشتغل المواد بتاعتنا الكيمستون والمواد الحديثة ديت اللي اتعالجت او اللي اتعدلت ضفوا مواد تعمل ايه تقفل المسامات معنى ان تقفل المسامات يعني معنى كده انها لا تسمح بنفاذيه المياه لا تسمح بنفاذيه المياه معنى ان لا تسمح بنفاذيه المياه معنى كده ان الميه او الترشحات المائيه الناتجه من المياه الجوفيه او من الخارج للداخل او من الداخل للخارج مش هتمر معنى كده ان عمل ستوب هير ستوب يعني وقف هنا اهو ما خلاش الميه بتاعته تطلع على الحيطه ما خلاش المية بتاعته تأثر على المونة طب لو أثرت هي متعالجة على أساس إنها ما تأثرش طيب بعد كده يا أولاد طريقة الاستعمال مادة الكيماستون طريقة الاستعمال جاهزة للاستعمال بواسطة الأدوات البياض العادية السكينة البروة التخشينة البرول أيا كان يستعمل مباشرة على جميع الأسطح السليمة والجافة الأسطح السليمة والجافة يعني إيه أسطح سليمة وجافة؟ اسطح مظبوطة اسطح مستوية اسطح منتهية طبقا لاصول الصناعة يعني مدروعة كويس ممسوسة كويس جاهزة للاسطح وفي نفس جاهزة لاي نوع لاستقبال اي نوع واحنا قلنا إن مش مهم عندي تكون ملساء تكون خشنة تكون الكلام ده كله طيب جفه يعني ايه يعني ما جيش النهارده كده يا اولاد عندي الاوضه بتاعتي او الشقه بتاعتي بتاع المحاره طلع منها الصبح اقوم جايب الراجل اقول له انها اللي ديت الماده لا ما ينفعش يا اولاد ليه معنى ان انا اخليه شغال على ماده او على طبقه او على حيطه فيها ميه فيها رطوبه معنى كده انا بظلم نفسي وبظلم الماده اقول لك لا 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 الماده دي مش كويسه ليه يا عم مش كويسه لان عملتها ووقعت على طول مني بقول لك طب يقول اشتغلتها ازاي كده بص معايا كده يقول لك ايه بقى شوف بقى الكلام يقول لك انا الراجل بتاع المحاره خلص النهارده وعمل ايه والصبح ايه كنت نزلت اشتريت الماده والصنايع اشتغل يا عم الحاج وهي مبلوله كده يا باش مهندس وهي الحيطان لسه ما جفتش يقول لك اه مش هو بيقول لك هي اتعدلت وبقت مقاومه للرطوبه اقول له اه هي اتعدلت اه بس اتعدلت عشان نحن نستخدمها صح ده شرط اساسي يا ولاد لو بصيتوا معايا كده شرط اساسي ان انا اعمل طبقه اي طبقه على طبقه تانية يجب جفاف الطبقه الاولى اي نوع بياض يعني حضرتك لما حتى لما انا قلت لك في البياض التحضيري الطبقه التحضيريه اللي بعملها عشان تعمل عمليه ترابط او تماسك بقول لك اسيبها تجف معنى ان تجف يعني ايه يعني انزع منها كميه الميه انزع منها الرطوبه الجفاف بتاعها ده معناه نزع كميه المياه او الرطوبه من المكان طيب حلو قوي اما انا اجي بقى حضرتك اقول اه ده انت قلت لي ان هي معدله ومقاومه للرطوبه و و و الكلام ده كله اقوم الراجل بتاع التخشين بتاعه بتاع المحاره عندي يخلص بالليل الساعه 6 الساعه 5 وانا الصبح اقوم جايب الكيماستون او, أو الكوارتز او 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 الكلام ده كله واشتغل طب فين بقى الجفاف انت اصلا الحيطه بتاعتك فيها ميه لسه اللي انت شغال عليها لسه فيها ميه وعايز تقول ان هي ما مش مظبوطه اقول لك لا اما هي مكوناتها ميه والحيطه فيها ميه معنى كده الاثنين هيندمجوا ببعض انا اصلا المفروض اخلي الحيطه يطلع منها الميه الاول ده شرط اساسي يقول لك ايه الطرطشه العموميه تعمل الطرطشه العموميه من 450 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رمل وايه وتغذف على الحائط بزاويه 45 درجه ويكون سمكها نص ايه سنتي ولا يطرق حراميه وإيه؟ وتكون محببة ومدببة وتطرق بعد جفافها يعني تاني يوم ثلاثة أيام وترش بالماء لمدة ثلاثة أيام يعني ده أنا برشها بالماء عشان أساعدها أنها تطلع الماء اللي منها بقى أنا لكن الحيطة عندي وأنا بشتغل في المواد الحديثة وأنا غلطت عشان قلت لك إن هي معالجة للرطوبة والكلام ده لا ما ينفعش ما ينفعش يا أولاد معالجة للرطوبة يعني الأرض عندي ظبطتها وتمام مية في المية مفيش مية اشتغلت بالمادة دي خلاص هي هتمنع لكن انت كاببها في رطوبة وعايزها تشتغل لا ما ينفعش زي حضرتك كده لو انت جبت حتة كيماستون كده وجبت طبق كده وحطيت جوا مية وانت كاببها فيه بالله عليك هتجف هتنشف لا مش هتنشف ده معنى معالجه هي ماده بتسحب الميه لا هي ما بتسحبش الميه هي بتمنع نفاذيه المياه بتمنع نفاذيه المياه طيب يبقى اذا لابد من جفاف السطح الذي يتم عليه عمل او تشغيل ماده الكيماستون او اي ماده حديثه خلاص يا اولاد يعني عشان برضو ناخد بالنا من الكلام دوت وما نقولش حاجه احنا في دماغنا ان هي المقصود بها لا مش مقصود بها طيب طريقه الاستعمال جاهزه الاستعمال بواسطه ادوات البياض العاديه زي ما قلنا مباشره على جميع الاسطح السليمه والجافه طيب يعالج بياض البطانه الضعيفه او المسامي بوجه تحضيري من محلول الاديبون يلتزم تنفيذ بعض انواع بماكينه الترتشه بمدونه على الحوائط الكلام ده بصوا يا اولاد هنلاقي الكلام متكرر في كل ماده طريقه المعالجه طريقه مش عارف ايه طريقه الكلام ده كله لما اجي انا بقى اذاكر البياض ده بالذات البياض الحديث اعرف مسمياته اعرف مكوناته اعرف الاسطح زي ما قلت لك قبل كده اعرف الاسطح اللي انا هشغلها عليه لو انت عرفت اسم الماده معدل استهلاك الماده الاسطح التي يتم التشغيل عليها الماده الماده ديت السؤال ده صدقني لو من عشرين درجه هتاخد فيه ال 20 درجه في 100 في المية. عايزك تعمل ايه؟ لما تيجي تذاكر الماده دي بالذات ماده البياض زي ما سبق وقلت لك في البياض التقليدي في المناطق الثلاثه المناطق الساحليه. قلت لك اعمل لنفسك جدول. جدول وقلت له لك وريته لك مره الحصه الجايه ان شاء الله كبير وهوضحولك ازاي الجدول ده؟ المسلسل طبقه البياض الأسطح التي يتم التشغيل عليها معدل استهلاك الايه المادة اسم المادة حلو قوي هاجي مثلا زي طبقة مادة الجريفياتو مادة الجريفياتو لو انا هتكلم على مادة الجريفياتو تشتغل دي نمرة واحد ادي اول مادة مادة الجريفياتو تشتغل على ايه على الاسطح واحد 2 ثلاثة اربعة خمسة ستة الملساء سابقه التجهيز، المدهونه مسبقا بالزيت او اي نوع من انواع البويه، الاسطح الخشبيه، الاسطح الجبسيه مع عمل نوع طب ايه؟ بياض تحضيري لاي نوع من ايه؟ ومعالجه المسامات زي ما قلنا والكلام ده كله. طيب ادي اول حاجه انا عملتها الماده. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه اسمها معدل استهلاكها. رقم ثلاثه الملاحظات التي يجب اتباعها. حلو قوي. لو انا قلت واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه لما وصلت لجميع انواع الطبقات بتاعتي وحطيتهم في جدول في ورقه في كده عندي يجي السؤال هتدرب نفسك على الامتحانات يقول لك تكلم عن او اذكر انواع البياض الحديث انواع البياض الحديث وهم انت حاططهم سته سبعه اللي عندك واحد اتنين الجريفيات الكوارتز ال 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 كي الكلام ده كله طيب ثم اذكر معدل استهلاك طبقة الضهارة لبياض مثلا الكيما ستون وطريقة تشغيله الله تبص كده تلاقي نفسك خدت شريحة من الجدول اللي قدامها اسم المادة فيها إجابة السؤال كله لو أنت حليت السؤال ده من بالطريقة دي مش تحطه في جدول بقى تكتبه تحت بعضه بس أنا خليتهم لك كلهم في ورقة واحدة قدامك السؤال جالك في كذا يبقى انت بتقراه وبتذاكره مش مقصود بيه انك تخش بيه الامتحان لا ده انا بجهز لك بجهز لك الشغل بتاعك بحيث انك انت لما تيجي تراجع ما تفتحش الكتاب 10 صفحات 15 صفحه 20 صفحه عشان الكيماستون معدله كذا الاستهلاك كذا ده كذا ده كذا لا ده انا قدامك جدول في كل حاجه في الكيمستون في الجرافيات وفي الكوارتز في, في 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 الكلام ده كله وفي كل حاجه بتتكلم على في ورقه واحده زي ما قلت لك المناطق الساحليه طبقه الطرطشه اولا الطبقه التحضيريه 450 كيلو جرام لكل متر مكعب رمل في المنطقه الساحليه المنطقه مصر الدلتا مص الصعيد بتكلم على طبقه البياض التخشين اللي هو البطانه اللي هي مكون من طبقه واحده بسمك 2 سنتي مكوناتها في المنطقه الساحليه من 200 كيلو جرام اسمنت 300 كيلو جرام في المنطقه الوسطى 300 350 في المناطق الساحليه طيب هنيجي نتكلم على معدل الاستهلاك بالنسبة لمادة الكيماستون من 2 ل 3 كيلو لكل واحد متر وفي حالة استعمال ماكينة الطرطشة بيبقى من من ثلاثة ونص كيلو حوالي ثلاثة ونص ايه كيلو ليه طيب بعدل طبقة ثلاثة ونص بيزيد ليه لاني انا بطرطش بعمل طبقة سميكة ماكينة الطرطشة دايما يا أولاد دايما 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 بتاخد معايا معدل استهلاك اكبر لان ايه لما باجي اعمل بيا او طبقه للمكنه ما بخليهاش مائيه خفيفه، لا ده انا بخليها تقيله عشان تشتغل معايا عشان قلت لك اللي بيني وبين الحيطه بيبقى في نص متر. والمكنه بتاعت الطرطشه عباره عن ايه؟ عباره عن اسطوانه بيها اهداب زي الصوابع كده. انت بتلفها بايد، لما بتلف بتعمل ايه؟ بتاخد وتطلع لبره، تنطر لبره الايه؟ الماده اللي جوه. لو المادة دي ضعيفة وخفيفة وفي فرق بينه وبين الحيطة نص متر، إيه اللي هيحصل؟ هتنزل على الأرض. عشان كده لما دايماً بخليها السماكة بتاعتها أتقل وادخل بمعنى إن أنا أخلي السماكة أتقل، معنى إن أنا بخلي كمية المادة بتبقى أتقل عشان ما بضيفلهاش مية، يبقى إذاً معدل الاستهلاك أكتر. يبقى من كيلو ونص اتنين 2 كيلو ونص في العادي لكن في ماكينة الدرطشة بيبقى 3 كيلو إيه؟ 3 كيلو. طيب بعد كده لما نيجي نتكلم بقى يا اولاد مع بعضينا على مادة البياض أو مادة التكنولوجيا بمعنى أصح ونتكلم على طريقة الامتحان بتاعها بيجي إزاي وإيه اللي بقينا في المنهج وإحنا الفترة اللي جاية نبدأ نشتغل إزاي على نفسنا وإزاي نشتغل على المنهج بتاعنا وفاضله ايه والكلام ده كله ماده التكنولوجيا 80 درجه لما اجي ذاكرها عايزك تذاكرها ما تذاكرهاش على اساس انك انت حضرتك هتاخدها وتمتحن فيها وتنساها لا لو ربنا كرمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وكملت في الجامعه او في المعهد او في اي مكان او في حتى في مجال شغلك وتيجي تشتغل على نفسك هتلاقي نفسك انت ما شاء الله عليك لو انت مذاكر الماده على اساس انك انت مذاكرها مذاكره فهم وليست مذاكره ايه انك انت تقضي سنه وتخلص. في الامتحان بيجي لك الامتحان عباره عن اربع اسئله او ثلاث اسئله امتحان من 80 درجه معنى 80 درجه معنى كبير جدا. السؤال التقليدي اللي دايما يجي بيتكلم على سؤال مهم جدا وده ان شاء الله باذن الله شغل حلقتنا اللي جايه واللي بعدها باذن الله اسمه السلالم. بفكره سريعه كده عن السلالم ولو انا اتكلمت بقى انا هدردش معاك شويه كده في السلالم لان ماده البياض الحديث بتاعتنا ماده سهله زي ما وريتها لك واديتها لك كده وخلصتها لك. عايزك تتابعني او لو في اي استفسار لحضرتك او اي استفسار ليكم على اليوتيوب وعلى قناتنا الجميله قناه التعليم الفني في اي سؤال في الماده ابعته لي وانا هبعته لك رد على طول. طيب لما نيجي نتكلم ممكن السؤال يجي لك ازاي في ماده الكيما ستون؟ قبل ما ابدا على السلالم يعني هتكلم على المواد الحديثه شويه كده. السؤال عندي يقول لي ايه؟ قارن بين قارن بين معدل استهلاك ماده الكوارتز وماده الكيماستون يفضل استخدام ماده الكيماستون في البياض الخارجي عن المواد الاخرى لسه قايلين الكلام ده احنا قال لك ايه قال لك حصل فيها تعديل ومن ضمن صفات ماده الكيماستون ستون للبياض الخارجي ان الوانها مالها؟ جذابه ثابته لا تتغير بالمؤثرات مقاومة العاليه للايه؟ ها؟ للرطوبه واشعه الشمس جميل قوي طب تعالوا بقى السؤال الجميل اللي ممكن يطلع عليك يقول لك اذكر مكونات ومعدل استهلاك والاسطح التي يتم عليها بياض الكوارتز. اتفقنا قلنا اي ماده حديثه من اللي احنا خدناهم ست مواد او ست انواع مكوناتهم عباره عن مزج وخليط بين ايه؟ بين ماده مالئه ومواد لاصقه ومواد تانية بتديني حباية عالية. الكوارتز من ضمن صفاته الجميلة انه بتبص كده وانت بتشتغل بتبص تلاقي مثلا حيطة عندك عايز او عمود، دايما دايما بتعمل في الحاجات الصغيرة، ليه؟ بيقول لك انا مثلا عايز اعمل عمود ادخل فيه البيج مع البني مع الاخضر. ابص ليه رقم، ليه رقم. أقول أنا عايز كوارتز، عامل لك كتالوج كده وعامل لك الحباية بتاعته كده في بارتيشن كده صغير ويقول لك ده رقم 618، بتروح للشركة تقول له أنا عايز ده، ده هو هو ده هو هو بتاع إيه؟ هو هو اللي جوة الجازيلا بتاعتي أو اللي جوة الصفيحة بتاعتي. من ضمن صفات الكوارتز إن في حباية خشنة وفي حباية ناعمة. كل ما زادت الحباية يا ولاد كل ما زاد معدل الاستهلاك طب ليه زي ما قلت لك انت لو جبت كيس كده وحطيت فيه كيلو برتقال برتقال حجمه كبير وهو هو الكيس حطيت فيه كيلو ليمون ايه اللي حصل تبص تلاقي كيلو البرتقال ده حاجه كبيره كده واخد حجم او واخد مساحه اما البرتقال تبص تلاقيه ايه ملموم في الكيس ليه لان حجم البرتقانايه اللي هو حجم الحبايه الكبير خط فراغ ما ينفعش وانا بشتغل بيه بسكينه معجون او بروه او الكلام ده اضغط اكثر الحبايه، الحبايه ما تتكسرش، الحبايه كوارتز، الحبايه اسمها كوارتز، كوارتز يعني صلبه جدا 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 جدا. اذا معدل الاستهلاك في الكوارتز يتوقف على حجم الحبايه. كل لما كانت الحبايه كبيره كل لما كان معدل الاستهلاك بتاعي كبير، يعني ايه؟ المتر لو... لو هياخد في الحباية الرفيعة أو الناعمة اللي اسمها سمسمة كيلو في الحباية الأكبر هياخد قد إيه؟ هياخد 2 كيلو، ليه؟ لأن أنا أنا مربوط بحجم حباية مرتبط بحجم حباية عندي. حجم الحباية ده هو اللي بيعمل لي معدل الاستهلاك. عكس أي نوع تاني من أي الج... الجريفياتو الجريفياتو مادة عبارة عن شكل معجون معجون عادي جدا المعجون أنا بفرده معنى أفرده أن أنا ممكن أتحكم في تخانة الطبقة بتاعته ولادي الأعزاء كل سنة وانتم طيبين واللي أنا عايز أقوله إن شاء الله جهزوا نفسكم للحلقات القادمة هنبدأ نشتغل على موضوع آخر درسين عندنا اللي هو المواد الطبقة العزلة والسلالم مادة السلالم أو باب السلالم باب رياضي بحت بيديك ازاي تحسب السلالم الدرجات ايه انواع السلالم ايه الفرق بين القايمه والنايمه وازاي احسب مساحه السطح بتاع الايه؟ اللي انا هنفذ بيه السلم. كل سنه وانتم طيبين وخالص تحياتي وتمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ومنتظر ان شاء الله باذن الله اي استفسار اي سؤال انا تحت امركم وخالص تحياتي لكل من قام على هذا العمل الجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.